everybody at every level has an opportunity to lead. This conference is about servant leadership. It's about being a world changer. I got news for you. Everybody's a world changer. The only question is, what kind of change are they making? المؤتمر نحن هذا المؤتمر مقام تقريبا قبل من يوم 12/8 إلى اليوم الأخير في المؤتمر. طبيعة هذا المؤتمر هو دورات تدريبية تقام في أربيل، ولأول مرة تقام في أربيل من خلال تنمية الأفكار والخبرات الموجودة في المصرف من خلال إدارة الأعمال والمشروعات. حبينا أن تقوم هذه المؤتمرات في أربيل، والحمد لله استطعنا أن نلبي طلب المواطنين عليه. مبدئيا انا بالنسبه لي الناس اللي موجودين، انا شايف ان العقليات اللي موجوده عقليات كلها وفيره وكلها خبره عمليه في السوق وبتعمل الكلام اللي احنا بنقوله ده، واللطيف يعني هي عايزه تتعلم اكتر وعايزه تتطور اكتر، ودي حاجه بتخليني انا كمحاضر بتسهل عليا الموضوع ان انا اشرح لهم اكتر فيعرفوا اكتر، وشايف ان ده هيبقى بيساعد على تنمية المنطقة كلها، مش بس العراق بشكل خاص ولكن المنطقة كلها، ان القادة اللي موجودين في مؤتمر زي ده، مؤتمر فيه اكتر من 50 بني ادم كلهم قادة في شركاتهم لو ما كانوا صحاب الشركات بتاعتهم، وعندهم القابلية وعندهم الفكر وعندهم الشغف ان هم يتعلموا، ده بيوري لك انطباعات وبيوري لك قراءات واضحة جدا على مستقبل البلد دي هتبقى عامل ازاي لو استمروا بنفس الشكل وبنفس القوة وبنفس الحماس ان هم يتعلموا اكتر واكتر واكتر. وانا شايف ان زي ما قلت قبل كده في كذا مكان ان دي بداية لمسيرة طويلة جدا، انا شايف ان ان شاء الله هتكلل بالنجاح بسبب الحاضرين وحبهم لان هم يتطوروا، حبهم ان هم يتعلموا ويطبقوا الكلام ده في شغله. مؤسسة ويف بيزنس فاونديشن هي أول تجربة لها في العراق داخل محافظة أربيل. هي كانت فكرة جديدة علينا نظرا لأن احنا كان عندنا عدة أنشطة سابقة خلال الفترة 2014 و2015، كان في عندنا 11 مؤتمر خاص بإدارة الأعمال وإدارة المشروعات تم في تركيا بشرم الشيخ طبعا عندنا بمصر. بعد كده انتقلنا في عام 2016 إلى ماليزيا، وده كان اللقاء الثاني بدولة تانية. عدد الأعضاء اللي كان موجود فيه كان تقريبا حوالي 30 أو 35 عضو، كان من ضمنهم كان الجانب الأكبر كان العراقيين، كان تقريبا قرابة من 15 إلى 20 شخص، وبقية العدد كان من بعض الدول التانية. فمن هنا بدأت الفكرة شوية، إحنا ليه مش بنشتغل أكتر على السوق العراقي؟ فاكتشفنا ان من الاناليسز اللي اتعملت لبعض العملاء اللي كانوا موجودين معانا وبعض الدارسين اللي كانوا موجودين معانا قبل كده، ان العراق فيها قابليه كبيره جدا للارتقاء في الاقتصاد والاداره بحد عام يعني.